محافظ الغربية بتوفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء بالصنطة لأسرة متضررة من إزالة العقار رقم 8 بحارة سيدي عبد الحق من شارع الصاغة بحي أول طنطا، والذي كان يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين. ووجه محافظ الغربية عادل داوود رئيس حي أول طنطا بنقل الأدوات المنزلية وعفش الأسرة عن طريق سيارات حي أول، وذلك نظرا لظروف الأسرة الأكثر احتياجا. تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إنشاء خط انحدار بتصريف مياه الأمطار بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعة ضمن خطة المحافظة لإنشاء 400 بلاعة صرف أمطار على الطريق الزراعي للاستعداد لموسم الشتاء واحتمالية سقوط الأمطار. والتقى المحافظ بالعاملين بالموقع وشدد على سرعة الانتهاء من المشروع وأعادة كل شيء لأصله من خلال رصف الطريق وأعادته إلى ما كان عليه، بحيث يمثل المشروع أهمية قصوى لدى المحافظة لمواجهة أزمة الأمطار التي تحدث بالطرق العامة، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة. المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام في مجال أفضل المشروعات الهندسية من مؤسسات ميد العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط، كما حصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام، وحصل مشروعي رود الفرج وحقل زهر على جائزتين ضمن أفضل 7 مشروعات على مستوى الشرق الأوسط. قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية إن المرحلة العاجلة من المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تأتي باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال 2021، وأضاف أنه من المقرر إنشاء مدن على غرار الأسمرات وبشاير الخير في أجزاء كثيرة في محافظات مصر. افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أول محافظة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، وجاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة للتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي لتقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على صحة العامة والبيئة. خلونا نطلع لفاصل ونرجع معاكم بفقرة فوق 3 فوق و 3 تحت. رجعنا معاكم مرة تانية، خلونا نبدأ بأول خبر من 3 فوق، وهو الباحثة المصرية إلهام فضالي تفوز بجائزة مجلة عالم الفيزياء الشهيرة بفئة أهم إنجاز فيزيائي لعام 2020 مع فريق بحثي مشترك من عدة بلدان بعد إنجازهم المتضمن إعادة هيكلة ذرات مستخدمة في الشرائح الإلكترونية لتكتسب خواص ضوئية، ما سيسهم مستقبلا في تطوير تقنيات مهمة بعالم الحاسب الآلي والكمبيوتر. طبعا إلهام مثال مشرف جدا 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 لبنات مصر. طبعا هي خدت عملت البحث ده في جامعة إيندهوفن وقدرت انها تحصل على اعجاب الكثير من الباحثين وشجعوها جدا وقالوا ان البحث ده يستحق انه ياخد جائزة نوبل، وبكده هيبقى عندنا 2 احمد دويل في مصر. وطبعا انا حابه ان انا ابارك لبنت مصر، الف مبروك يا الهام طبعا، ودايما تقدم يا رب العالمين. الف مبروك، يا ريت نحتذى بيها يا بنات، خصوصا البنات يعني. اتفضلي يا هدير. معانا كمان اول خبر في 3 تحت، حفره بعمق 12 متر لاعمال الصرف الصحي امام مدرسه حدائق المعادي الخاصه مباشره والتي تضم طلابا بجميع المراحل الدراسيه دون حواجز تحذيريه لهم. طبعا انا بناشد من برنامجي هذا، بناشد رئيس حي حدائق المعادي انه يتدخل فورا ان قبل ما يحصل مشكله وكارثه للاطفال. حضرتك عارف ان دي مدرسه مش مدرسه مثلا ثانوي او يعني حد كبير وفاهم، لا فيها ثانوي وفيها اعدادي وفيها ابتدائي، فحضرتك عارف في الدخول وفي الخروج احيانا بيبقى فيه دفع من الاطفال، فممكن طفل يتصاب ولا يقع ولا يحصل حاجه، احنا مش عايزين نستنى لحد ما تحصل الكارثه دي، فارجو التدخل السريع في المشكله. معانا كمان من 3 فوق،
ماما نويل في مدينة الموصل العراقية تحاول بطريقتها صنع البهجة لأطفال يعيشون في الدمار والحرب. طبعا دي لفتة حلوة قوي من السيدة ان هي تحاول تخرج الأطفال من مود الحرب ومود الدمار اللي هما بيعيشوه. كمان معانا من تلاتة تحت، داهمت مباحث الأموال العامة كيان تعليمي وهمي يعمل بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغب الحصول على الشهادات الدراسية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها. كان المكان وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغب الحصول على الشهادات الجامعية وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج. طبعا أولا بنشكر وزارة الداخلية إن هي قدرت تسيطر على الكيان التعليمي ده الوهمي اللي بدون ترخيص. لحد إمتى هيكون فيه يا جماعة كيانات تعليمية غير مرخصة؟ لحد إمتى هيفضل النصب ماشي؟ فطبعا ده شكر، كل الشكر طبعا لوزارة الداخلية ان هي قدرت تتحكم في الموضوع ده. ومعانا من ثلاثة فوق، تصنيف مسلسل ما وراء الطبيعة ضمن افضل المسلسلات العالمية في 2020، وذلك حسب مجلة فوريس الامريكية. مسلسل ما وراء الطبيعة من بطولة الفنان احمد امين وتأليف الراحل احمد خالد توفيق، اقتباسا من سلسلة من رواياته وما وراء الطبيعة. طبعا المسلسل اثار الجدل جدا عند عرضه على موقع نتفليكس وتلقى رد فعل ايجابي جدا واشادة واسعة من الجمهور، وتصدر اسم المسلسل موقع بحث جوجل واستحق بالفعل انه يكون عمل مصري هذا العام. طبعا دي حاجة مشرفة جدا ان مسلسل مصري يتصدر المجلات الأمريكية وكمان مواقع جوجل، ودي طبعا حاجة مشرفة لنا جدا طبعا وكمان للسينما بتاعتنا. ومعانا من ثلاثة تحت، تعرض منتخب مصر للنساء دون العشرين عام حمل التنمر بعد المبادرة الدولية التي جمعتهم أمام منتخب لبنان على استعداد القاهرة الدولي. لم يجدن اللعبات الإشادات والانتقادات البناءة، بل وجدن من شريحة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي السخرية والتنمر عليها، والأمر الذي أثر بالفعل في نفسية اللاعبات التي يحاولون فرض أنفسهم على جميع في الفترة الحالية. في ظل اهتمام اتحاد الكرة المصري بالكرة النسائية في الفترة الأخيرة، هنفضل لحد إمتى نتنمر؟ هنفضل لحد إمتى نتعب نفسية الآخرين وإحنا مش حاسين؟ بجد لازم ناخد بالنا من كل حاجة بنقولها. دي طبعا بنات مشرفة جدا للجيل بتاعنا كله، ويعني قد ايه هما بيقدموا حاجة كويسة. هنفضل لحد امتى بنتنمر عن الناس؟ هنفضل لحد امتى؟ لازم يكون في كلمة طيبة بنقولها، والكلمة الطيبة صدقة. طيب خلونا نبدأ بفقرتنا النهاردة يا جماعة. فقرتنا فقرة مهمة جدا. يا ترى هتكون ايه يا هدير النهاردة؟ هقول لكم يا جماعة، هقول لكم يا بنات، هدير جايبة موضوع حلو جدا، ونشوف هدير هتكلمنا في ايه النهارده. الموضوع بتاع حلقتنا النهارده هو موضوع يهم كل اهالينا وبيوتنا وكل اللي مقبلين على الزواج حديثا، سواء ست سواء راجل، وهو ارتفاع نسبة الطلاق في مصر. ارتفاع نسبة الطلاق في مصر طبعا ده موضوع مهم جدا ومنتشر في مصر جدا فعلاً. وواضح، وكمان اواضي الخلع طبعا مش هنتوصل ان احنا نسمع عن اواضي الخلع والحاجات دي. شوفي قد ايه القضايا موجوده هناك. مظبوط. خلينا نبدا. قبل ما ابدا كلامي في الموضوع، حابه اقول لكم شويه معلومات احنا اجريناها. كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن معدلات الزواج والطلاق في مصر، موضحا ان مؤشرات الزواج خلال عام 2019 كان 927 الف حاله زواج، وفي 2018 كان 870 الف حاله زواج. وده بيكشف الزياده ان احنا زدنا بمعدل 40 الف حاله زواج عن السنه اللي قبلها، واوضح ان هناك 24 حاله طلاق مقابل 100 حاله زواج، يعني اقل من النص. وطبعا احنا كده اقل من الدول الاوروبيه، يعني مثلا عندك فرنسا 52 حاله طلاق لكل 100 حاله زواج، فده اكتر من النص بكتير، فيعتبر ان احنا اقل من الدول الاوروبيه. ورصدنا طبعا اقل سن الطلاق بقى، سن الزواج سوري عفوا، سن الزواج من سن 25 لتحت سن ال 25 لسن 20، يعني ما مش اعلى من 25 سنه، كلهم شباب كلهم صغيرين،
بالنسبة للطلاق من سن 30 ل 35 سنة ده نسبة الطلاق بتاعتنا، ورصدنا 335 ألف عقد زواج في هذه الفئة العمرية الصغيرة، والطلاق من سن 30 ل 35 سنة زي ما قلت لكم. طبعا دي النسب اللي احنا قلنا. معانا مداخلة لمياء من أسيوط. أستاذة لمياء أهلا وسهلا. وعليكم السلام، دورك اتفضلي. انت طلعت منورين في موضوع الحلقه، يعني بجد حلو حبيبتي. سلامي، ربنا يخليكي. اتفضلي. انا والدي ووالدتي يعني عايزين يمروا في مشكله الطلاق دي. قولي مشكلتك. اتفضلي قولي المشكله. المشكله انهم عايزين يتطلقوا هما الاثنين ويتفرق. السبب؟ السبب انهم يعني اتخانقوا على حاجه بسيطه، يعني على الموبايل. اتخانقوا على حاجه بسيطه على الموبايل. طب مفيش حد من العيله مثلا يتدخل يحل بينهم؟ لا، والدي مش بيرضى حد يتدخل في حاجه يعني تخصهم. طيب ما انت ما حاولتيش ليه توفقي بين الـ 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 الاب والام، وان انت توفقي في المشاكل وتحاولي تحليها قبل التوافق؟ لا. في المشاكل يا جماعه، انت عندك اخ او اخت؟ يا لمياء ليكي اخوات؟ نعم ليكي اخوات. ليا سبعه غيري. انت كبيره ولا انت صغيره؟ لا الصغيرة. طيب اخواتك الكبار؟ انا ما عايزهمش يتفرقوا يعني. طيب انت ممكن تتكلمي مع اخواتك الكبار، وطبعا هم هيتدخلوا، وهم كمان اكبر منك وخبرتهم اكتر منك، هم ان شاء الله يعني هيعرفوا ان هم يساعدوا في الموضوع ده وهيرجعوهم لبعض. حاولي تصلحي يا استاذة لمياء. لمياء حاولي تصلحي بينهم، وحاولي تتكلمي مع كل شخص لوحده الاول، وبعد كده تبتدي ان انت تهدي الموضوع بحيث ان هم يبقوا داخلين هادين. استني طيب لما الموضوع يهدى خالص، وبعد كده حاولي تقربيهم من بعض، يقعدوا مع بعض يتناقشوا ويتعاتبوا ويشوفوا المشكله كانت فين، ويبتدوا يحلوها واحده واحده بدون اي مشاكل. وزي ما انت بتقولي ان المشكله يعني حاجه صغيره جدا، فان شاء الله يعني مش هيكون في يعني انفصال عشان السبب ده. باذن الله يكون في حل، وان شاء الله تلاقوا حل مناسب وفي اقرب وقت. شكرا لمداخلتك معانا. شكرا يعني انا مداخلتك. بشكرك جدا. طيب نسبة الخلع يا بنات في مصر كانت 10500 نسبة خلع. ده معناه ان الستات هي اللي بتخلع الرجالة ومش مرتاحة في بيوتها نهائيا. طب تفتكروا يا بنات ممكن يكون ده سببه ايه؟ هقول لك حاجات كتير. اكيد أولا طبعا مفيش تفاهم ما بينهم. قلة التفاهم. ممكن ما بيصرفش في البيت، ممكن ما بيشيلش، مش متحمل المسؤوليه. يعني ممكن يكون العامل المادي، وكمان ممكن يكون العامل الاسري. مظبوط. مش بس كده، لا وكمان يا ساره ممكن يكون الفكره، ممكن يكون كمان ان مفيش احترام ما بينهم، مفيش تقدير لعقول بعض، وممكن طب ما يكونوش بيحبوا بعض اصلا. بالزبط. يعني داخلين مش واخدين بعض على الحب، بس فبيبقى صح يا هدير. بس كتير من الناس ممكن يدخلوا مفيش علاقه حب ما بينهم في البدايه ويتجوزوا، وبعد كده الحب بيجي بالعشره والموده ما بينهم. مش بس كده، لازم يبقى في احترام ما بينهم وما بين بعض، مش بس الراجل هو السيد وان الست هي امينه وان المفروض نسمع كلامه في كل حاجه. المفروض طبعا نسمع كلامه، بس يبقى في مشاوره ومحاوره ما بيننا وما بين بعض. طيب معانا مداخله استاذه هدير من المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك كلكم. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضلي. كنت عايزه بس اتكلم عن نسبه الطلاق. ايوه كتيره وكل حاجه، بس في كمان ناس ما بتتطلقش بس جوازتها ما بتصرفش عليهم. عايشين معاهم يعني عادي، ولا كان موجودين في الحياه اساسا، هي اللي بتصرف وهي اللي بتاكل وهي اللي بتشرب. بالظبط. يعني ممكن يكون سبب الطلاق هو الاختلاف في العامل المادي، وان الراجل مش متحمل مسؤوليه البيت. المسؤوليه. ايوه طبعا ما بقاش متحمل مسؤوليه. غير ده وده كمان، يعني مثلا تلاقيه قاعد في البيت، لا بينزل راضي ينزل يشتغل، ولا بيرضى ان هو مثلا يجيب مصاريف لبيته ولا اجار بيته. صح. كل الحاجات ديت برضو اكبر غلط في الحياه. تيجي مثلا تقول له طب نتطلق. طب سؤال بس يا استاذه هدير، هو الموضوع ده من بدايه الجواز ولا بقى فيما بعد حصل كده؟ من حوالي بعد سنتين من الجواز. طب المفروض ان الزوجه كانت تتكلم في الموضوع. والله انا اتكلمت وتعبت على فكره كتير. ومفيش فايده؟ لا مفيش فايده. طيب خلاص حاولي تشوفي حل جذري للموضوع ده، لان هو واجب عليه انه يصرف على البيت ويصرف على الاولاد. بصي يا هدير برضو مش كل حاجه الطلاق بيكون فيها الحل.
فعلا. حاولي مره واثنين وثلاثه بحيث تشوفي حاولي تتكلمي معاه بطريقه. ليكي اولاد؟ عندك اولاد؟ استاذه هدير هي طيب. التليفون طيب شكرا جدا شكرا جدا. كمان يا بنات مش بس عدم الاحترام ممكن يكون سبب للخلاف والطلاق، ممكن تكون كمان نسبه العنوسه اللي زايده في مصر ممكن تخلي ان البنت دي بسبب ان الناس عمالين يقولوا لها ايه انت لسه ما اتجوزتيش، انت لسه مش عارفه ايه، فتقوم متجوزه الراجل اللي هو مش صح، مش الاختيار الصحيح ليها. صحيح. ان هي تقدر تعيش معاه وتبني اسره مستقره ويبقى فيه كمان اجيال طالعه رشيده كده وتعرف تدير حياتها صح. تتصرف فده ممكن نعم قصدك بتتصرف في الزواج؟ بالظبط كده مزبوط. التصرف في الزواج بسبب ان هي سنها كبر. لا احنا ممكن نقول ان هو بسبب ضغط الناس عليها اللي هو يلا انت لسه انت لسه. طبعا دي طبعا بتكون برده من ضمن التنمر، انا بصراحه يعني بعتبرها كده. عندنا كمان يا نيره محور مهم قوي في موضوع الطلاق، وهو اختلاف التربيه والبيئه كسبب من اسباب الطلاق، وده طبعا نتيجه في اختلاف الفكر والثقافه ما بين الزوجين والمستوى الاجتماعي، لانه كتير جدا بيعمل مشاكل. وعلى سبيل المثال هي متربيه في المدينه ومتزوجه من راجل عايش في الريف، تمام، وطبعا هو جابها من المدينه وقعدها معاه في الريف. طبعا الريف ليه عادات وتقاليد، اللي هو مثلا زي على ايه، في البيت في الريف في مواشي وفي عيله والمفروض تنزل تساعد، يا اما في البيت يا اما في الحقول او لو هي بتشتغل وهم رافضين النقطه دي. طب استاذنك يا نيره معلش عندي تعقيب على حته ان في الريف في مواشي في غيط في الحاجات دي كلها، مش بس يعني مش كل اللي عايشين في الريف عندهم مواشي، مش كل اللي عايشين في الريف عندهم ارض طبعاً بيروح طبعاً. يزرعوها. طب انا بتكلم ثانيه واحده معانا مداخله سلمى من المنصوره. الو بيكي يا سلمى اتفضلي. اهلا بيكي اتفضلي معانا. يعني بالنسبه لاسباب الطلاق هي كتير قوي. من وجهه نظرك، من وجهه نظرك انت الاول متزوجه هو ايه الاول انت متزوجه؟ اتفضلي. فالمهم يعني اللي هو يكلم بطريقه وحشه الطريقه ديت وحشه قوي، يعني انا غضبت حوالي 15 مره في السنتين. كتير قوي. سنتين 15 مره تغضبي فيهم بسبب طريقته؟ طب انت حاولتي طريقته والضرب وحاجات كتير. لا درب. احنا ضد الضرب ده خالص، يعني الضرب ده حتى للحيوانات ما ينفعش، يعني لا مؤاخذه. لا وكان كل مره يجي ياخدني يقول خلاص انا مش هضرب. لاخر مره كنت واقفه على الطلاق ورفعت قضيه وجي اللي هو خلاص انا هتغير وخلاص وخلاص. المهم خلاص بقى انا صدقت وكان ندمان ندم كبير وخلاص ورجعت وبرده الطريقه هي هياها. يعني رجعتي له بطريقه مختلفه ما بيصلحش خالص، يعني الطريقه اللي هي هي حاولتي خالص خالص. حاولتي انك تقولي له والله انا مش بيعجبني كذا كذا فحاول انك تغيره؟ طيب اهلك ما حاولوش يتدخلوا في المشكله دي؟ طبعا مش كل حاجه ندخل فيها الاهل، بس الاول انت ما بينك وما بينه وما بينكم وما بين بعض كده في البيت حاولوا تحلوا مشاكلكم. كمان يا ساره تاخد موقف، يعني ممكن تاخدي موقف مره بس الموقف ده يكون اثره بعد كده مستمر، اللي هو تاخدي موقف بس بعد كده ما يرجعش يتعامل معاكي بنفس الطريقه اللي بتعامل معاكي بيها دي. طيب بنشكر حضرتك جدا. شكرا ليكي. نرجع تاني يا ساره للنقطه اللي انا كنت اقول لك فيها. طبعا احنا عارفين ان في المدينه يا ساره انت وهدير ما عندناش حقول ولا عندنا الحاجات دي خالص. فدايما في الريف بيبقى عارفين ان الريف عندنا الجميل جدا اللي هو بقى الحقول، ولازم تنزل تساعد في البيت عشان طبعا بيبقى في تقسيم وقت ما بين السلايف. مش شرط في الريف بس، خدي بالك الايه، مش شرط في الريف بس فعلا، هنا في المدن كمان في بيوت العيله، بيوت العيله لازم تنزل وتشارك وتغسل المواعين وتعمل اكل مع اللي هم بيبقوا مراتات السلايف. السلايف ايوه. بس هنا بتبدا مشكله، هنا بقى بتبدا. اتفضلي يا ساره. في برضو ان في ممكن لو هي متزوجه او هتدخل لسه تتزوج في بيت عيله، في ناس بيشترطوا من البدايه ان هي لا مش هتنزل ولا هتشارك، هي معاهم وكل حاجه بس مش هتبقى ليها دور اساسي ورئيسي لازم ان هي تعمله تحت في بيت حماتها. احنا ما بنقولش ان الحما طبعا ام طبعاً. ولازم ويجب ان احنا نعملها معامله والدتنا وامنا. ففي ناس زي ما انت بتقولي يا نيره ان في ناس ممكن ينزلوا ويشاركوا والسلايف والادوار وانت عليكي السلم النهارده وانت عليكي مش عارفه ايه. بس ده معظم الريف بيبقى فيه اللي هو يعني سيستم ماشيين عليه كده، احنا حتى عارفين حتى من زمان قوي. فاحنا هنا بقى بنتكلم ان هنا بتبدا بقى ان في اختلافات طبعا بتحصل، انت مش حابين فكره الشغل، طب ما هي بتشتغل لانها كانت في المدينه ومتعوده على كده، تبدا هنا بقى الخلافات وبيجي من هنا طبعا الطلاق بقى والنزاعات الكتير.
وفي كمان سبب مهم قوي، هو السبب اللي معانا التاني، هي اسباب الطلاق زادت برضو من بسبب السبب ده، وهو جواز بناتهم قاصرات. بمعنى مشكله كبيره في بعض الريف او في بعض حتى المدن، تلاقي مثلا بنت لسه ما تمتش السن القانوني ويقوم مجوزينها تحت بند ان احنا كده خلاص اطمننا على بنتنا وكده احنا خلاص جوزناها وكده. لكن بننسى جزء مهم جدا، والجزء اللي احنا بننساه هي الاطفال اللي بتبقى موجوده ما بين الزوجين بعد كده. مزبوط. طيب بيتظلموا في حاجات كتيره قوي لما بتكون الام تحت السن، زي مثلا معانا واحد التطعيمات اقل حق ليهم ما بياخدوهوش. طيب احنا معانا احمد من الغربيه. طب اهلا وسهلا بيك يا احمد. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاستاذه اللي في النص، اتفضل يا فندم. بتقول عشان الضرب والاهانه والكلام ده، هي كانت المداخله هي اللي بتقول يا فندم، كان في واحده مداخله معانا بتقول ان السبب بتاع ان هي متضايقه من العيشه معاه ان هي بيضربها وبيهزقها. اتفضل. ايوه ايوه، اي واحد بيضرب مراته اصلا ديت، اصلا دي يعني سوري في الكلمه، ده حيوان. تمام. طب انا هحكي لك يعني. نعتذر طبعا، اتفضل. بصي، اني ليا واحد صاحبي شايف طلبات بيته كل حاجه تمام، بس الاستاذه اللي على ايدك اليمين بتقول من قيمه شويه ان هي بتجوز، بيجوزوا في الارياف او المدن البنات قاصرات. لا مش قاصرات والله يا فندم، دي في بعض حالات، بس ده حاجه بترجع للام ان هي ما بتفهمش بنتها يعني ايه اصول جواز. ان الواحده لو قال لها بيبقى جاي من الشغل من بره ماشي، امك وابوك واللي 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 ولي. ده حاجه. اديني بس مساحتي بالله عليك. اتفضل يا فندم. اتفضل. ماشي. يبقى جاي من بره من شغله وطالع عينه، حصل وحصل وحصل وحصل. ده حاجه. أيوة. انا ليا واحد صاحبي شايف لوازم بيته وشايف كل حاجه، بس هي عايزه معظم الوقت قاعده عند امها، راحت اشتكته من غير علمه وبتاخد منه نفقه بقاله اكتر من سنه وشويه. ده حاجه. اما باجي اشتكي، راح يشتكي لاخواتها ولاهلها، جم اتهجموا عليه وضربوه. لها اخ امين شرطه عمل له زي كمين كده، جم خدوه وهو رايح لشغله بأمر شرع يعني حاليا. طب هقول لك شكرا لحضرتك. من كده بقى في شكله في بيت اهله. شكرا ليك، هنرد على حضرتك، دخلت حضرتك وهنرد عليك، هنرد بس على حضرتك. دلوقتي احنا متاسفين جدا، هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا استنونا. اهلا بيكم مره تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنكمل بس نرد على الاستاذ اللي كان معانا، وهندخل بعد كده برساله المسؤول. اتفضلي يا نيره تعقيبك. انا كنت عايزه اقول ان احنا بنتكلم في جواز القاصرات، ان احنا بنشوف المشكله اللي بيعاني منها الاطفال بعد كده، وان هي ما بيقدرش ياخدوا اقل حقوقهم زي التطعيمات، لان طبعا بتكون الام لسه تحت السن القانوني. وكمان المدارس طبعا ما بتقدرش طبعا ان هي تدخلهم مدارس في السن المظبوط بتاعهم، عشان طبعا بتكون برده الام لسه برده ما تمتش السن القانوني. وبتبدا هنا مشاكل كتير، وبنقع بقى في مشكله كبيره قوي وهي في المجتمع بتاعنا، وهي النسب، قواضي النسب. لما بيحصل اختلاف ما بين الزوجين وبيحصل الانفصال، بيكون مثلا الابن او البنت لسه طبعا ما اتسجلتش، يبدا هنا بقى عشان عايزاه الام عايزاه يعترف ان ده ابنه او ان دي بنته، فطبعا بيبقى مشكله كبيره، وطبعا بيحصل برده الطلاق. فعشان كده بس كنت برد بس على الاستاذ ان احنا بنتكلم على حق الاطفال، بس مش بس حق الاطفال، احنا بس حابين نوضح حاجه كمان. ان مش بس بيحصل في الريف ان بيبقى فيه جواز قاصرات، لا طبعا، وفي المدن اكيد. وحضرتك كمان ضفت معلومه او ضفت لنا نوع المشكله بالظبط، ان الست ما بتحترمش زوجها. طبعا احنا ما بنقولش ان احنا معاها ان هي ما تحترمش زوجها، لا استحاله، لازم الاحترام يكون متبادل. تمام، لازم يبقى متبادل ما بينهم، لازم الروح الحلوه تكون موجوده. طبعا احنا بننهي الموضوع النهارده، وكمان معانا النهارده رساله لمسؤول. الرساله لمسؤول معانا ان اسامه سعد ابن الاسماعيليه ده طفل بيستغيث بالرئيس السيسي لانه تم طرده من دار الايتام، وبيقول هروح فين. ده الطفل اللي معانا دلوقتي يا جماعه على الشاشه، بيقول هروح فين لان تم طرده من دار الايتام. طب ده طفل يتيم،
المفروض ان هو اقل حاجه او اقل حق ان هو يكون موجود معاه ان يكون موجود في دار رعايه، دار تحميه من الفساد، دار تحميه ان هو يكون من ضمن اطفال الشوارع. ويمكن احنا كنا اشرنا في موضوع قبل كده في حلقات سابقه لينا ان موضوع اطفال الشوارع لازم ان احنا مش بس الحكومه اللي لازم تتصرف فيه، لا احنا كشعب ومؤسسات خيريه كمان لازم نلاقي للايتام واطفال الشوارع لازم نلاقي لهم مقر يحميهم من التشرد. مش بس كده، في ناس منهم عندهم هوايات حلوه جدا زي الغنى الرسم وغيره كتير، ان احنا نستغل ده ونطوره عندهم. كمان بتمنى من المسؤولين ان هم ياخدوا بالهم من الاطفال دي، مش بس اسامه ابن محافظه الاسماعيليه اللي عنده المشكله دي، كتير من الاطفال اليتامى عندهم نفس المشكله خصوصا في دار الايتام. مش كل دور الايتام ما بتهتمش بالاطفال دي، لا، في دور ايتام او دار ايتام بتهتم، وفي دار ايتام تانية اللي هو بيشتكي منها. اكيد في المثال الطيب وفي المثال الغير طيب. ورايكم ايه يا بنات في الموضوع؟ اي طبعا يا ساره انا معاكي جدا، ويعني حاجه برضو يعني مؤلمه ان شخص ده بيطلع يعني بيستغيث بالرئيس، بيستغيث طبعا احنا لازم نوفر له طبعا الامن، وطبعا نوفر له المكان طبعا اللي يكون مريح ليه، وكل ده طبعا. بنتمنى يا جماعه ان احنا ناخد بالنا من الاطفال دي، دار الايتام تاخد بالها، يا ريت ترجعوه تاني. وكمان يا ساره لو يكون في يعني الدار اللي طردته يكون معاها اجراء، لازم يحصل معاها اجراء، وليه طردت الطفل ده وعمل بالزبط. ايه كل الكلام ده طبعا. طبعا لازم يكون في رد فعل من المسؤولين، مش بس المسؤولين والحكومه يا جماعه اللي لازم تاخد بالها في الموضوع ده. ده من دور الحكومه، بس احنا كشعب عايشين في المجتمع وفي اطفال اقل حقوق ليهم ان هم يكونوا محفوظين من التشرد. انا بس عايزه اقول كلمه، يا جماعه ولادنا احنا اولى بيهم، نعلمهم ونكبرهم ونعمل منهم حاجه كويسه قوي. احنا عايزين نطلع جيل بجد يبقى جيل نفتخر بيه، جيل يبقى دكتور ويبقى مهندس ويبقى مثلا طيار. مش عايزين نأثر في ولادنا ان احنا نطردهم وان احنا نهملهم وان احنا نعملهم بالقسوة دي. حابين ان احنا نجمع ولادنا ونطلع احسن ما عندهم طبعا، لان هم دول ولاد المجتمع، ولاد مصر. لازم طبعا احنا كلنا كمصر ناخد بالنا. اتفضل يا نير. وطبعا احنا في ازمه، ومش في مصر بس، لا، الازمه دي في العالم كله. وبعد ما كانت الازمه خلاص بدات تهدى وترجع للطبيعه، بدات عدد الاصابات بتزيد تاني بطريقه مخيفه، ودول العالم رفعت حاله الاستعداد القصوى للبعض، ومنهم اتجه للاغلاق التام والجزئي. طبعا احنا تخطينا 1000 حاله والوضع بدا يسوء. شفنا خلال الكام يوم اللي فاتوا اصابه مشاهير كتير وغيرهم من افراد الشعب، واللي مش بيقلوا مساحات ودول اكتر من العدد الفعلي اللي بيطلع كل يوم. اكيد شفنا وفيات كتير الفتره الاخيره بسبب فيروس كورونا. ورئيس اللجنه المؤقته لنادي الزمالك المستشار احمد البكري وفات عدد كبير من المحاميين، واللي ادى للاغلاق نقابه المحاميين بضعه ايام لتطهير، وايضا وفات عميد هندسه كفر الشيخ الدكتور محمود عبد الله. وكمان الدكتور محمود نعمه الله. نعمه الله، اتفضلي يا نيره. وطبعا الحالات بتزيد بطريقه بشعه جدا، وطبعا ده بسبب قله الوعي تاني لينا، بسبب قله وعي الشعب تاني. بعد ما الوعي كان خلاص بدا يزيد عندنا وحالات الكورونا بدات خلاص ان هي خلاص تنتهي، بدانا ان احنا تاني نتراجع، نقلع الماسكات بتاعتنا، نقلع كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا اللي هي الاحترازيه. بدات طبعا الاعداد بتزيد تاني واحده واحده لحد ما عدد الاصابات بقت 1000. طبعا احنا مش هنتكلم ان فئه معينه هي طبعا الانتصاب، لا، ده مشاهير كل الفئات بتتصاب بفيروس كورونا. طبعا احنا بنطلب منكم انكم تاخدوا بالكم على نفسكم وعلى اولادكم، تاخدوا بالكم من نفسكم، اللي هو ناخد بالنا، بلاش تجمعات، بلاش نروح في مكان فيه حفلات، مفيش، بلاش ناخد بالنا، عشان بجد فتره كورونا دي كانت صعبه جدا على ناس كتير، وكمان وقفت شغل ناس كتير، وطبعا هي فتره مرهقه لينا كلنا. وكمان لازم نلبس الكمامة في أي مكان نروح، وناخد بالنا ونحافظ على المسافة بيننا وبين غيرنا سواء في مصلحة حكومية أو مواصلات أو غيره. وربنا يحمي الشعب المصري وكل شعوب العالم، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. طيب يا جماعة، دلوقتي احنا موضوع فقرتنا عن الكورونا. إن جت سيرة الكورونا كل لازم يقعد وينتبه، علشان الموضوع ده من أخطر المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها. شيء لا يذكر، لا يرى بالعين المجردة، ولكنه يمحي ويقتل
ويعني اغتصب الدول كلها تقريبا. فيا جماعه خليكوا عارفين ان المرض غير مستهان، محدش يستهون بيه ابدا ابدا من كبير لصغير. المرض مش جاي لفئه معينه، مش بياخد الكبار بس ولا الصغيرين بس، لا ده بياخد الكبار والصغيرين والغني والفقير وكل ما هو موجود على الارض، الاخضر واليابس، بياكل الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. فيا جماعه الموضوع مهم. معانا مداخله استاذ احمد من السعوديه. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا، نور السلام، اتفضل. اسعد الله مساكم بكل خير. ربنا يسعد مساك، اتفضل. اللهم امين. اولا فانا احب اشكركم صراحه على تواجدكم الجميل في هذا البرنامج. شكرا. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. الله يعطيكم العافيه يا رب، ولي شرف فعليا اني اكون معكم في مداخله في هذا البرنامج في بدون سابق انذار معكم انتم. طبعا حضرتك اتفضل يا فندم، اتفضل. بالنسبه لموضوع الكورونا، انتم كاتبين انه هو للشباب والاطفال، بالعكس هو الكورونا بتهددنا كلنا سواء اطفال شباب او كبار. لا يا فندم عفوا، انا ما حددتش، هو كل اللي انا قلته، انا قلت بياخد الكبير والصغير، مش واخد فئه معينه من الناس. صحيح، هو فعلا مهدد الحياه كامله. مظبوط، الكورونا والاهمال، المشكله انه مننا احنا، انه احنا لو عملنا كنترول لنفسنا بس هنقدر نتخطى الفيروس هذا بشويه اجراءات احترازيه بسيطه. فعلا مظبوط، ده اللي احنا بننوه عليه دايما، الاجراءات الاحترازيه لازم نلتزم بيها. انا حبيت اشكركم والله العظيم انكم قاعدين تسمعوني. شكرا لحضرتك، بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك جدا. شكرا جدا يا فندم، ميرسي. طبعا يا بنات الكورونا ده شيء مخيف جدا. احنا المسؤولين سمعنا ان هم بيقولوا احنا عملنا اللي علينا، الباقي على وعي الشعب. فانا دلوقتي بناشد وعي الشعب. احنا في الاول في الموجه الاولى وعي الشعب نجح والحمد لله، احنا اجتزناها بسلام، بس احنا عايزين كمان ان الموجه الثانيه نجتازها بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في الاول، بنفس الوعي بتاع الشعب. عايزاكم تلتزموا بالكمامات وبالمطهرات وبالتباعد الاجتماعي. تمام. لان سبب في وجود سبب انتشار المرض من جديد طبعا هو دخول الشتاء، فصل الشتاء، انخفاض درجة الحرارة والرطوبة، وطبعا عدم التزام الشعب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي. في اماكن كتير بننزل، انا من يومين تقريبا كنت في وسط البلد، شفت ناس. معانا مداخله استاذه اماني من اسيوط. اهلا وسهلا يا فندم. الو، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، اتفضلي. حضرتك الله يخليكي. كنت عايزه اتكلم على موضوع الكورونا. اتفضلي. طبعا الله يخليكي. طبعا هو موضوع طبعا يعني صعب، والناس كلها خايفه منه. والناس كلها يعني متخوفه منه خالص، فدي شويه احترازات ممكن الواحد يعملها على اساس كده يحافظ على نفسه ويحافظ على بيته. صح. خلينا نستغل مكالمتك، وعايز اسالك سؤال، هل كورونا مثلت لك سلبيات فقط، ولا في منها طلعنا بشويه دروس كده اتعلمناها؟ لا، هي سلبياتها يعني كتير بصراحه. تمام. بس ايجابياتها ان احنا مثلا عرفنا نقعد مع بعض شويه في البيت. فعلا. طبعا انا عيالي فين وفين لما يعني يروح يمين يروح شمال يطلع يمين كده، بوقت كورونا وبعدتهم في البيت شويه، ابتديت ان انا اشوفهم في البيت شويه. صح، لمت شمل الاسره من جديد، الناس من بعضها في البيوت، خصوصا الاب والام والاولاد. مظبوط. انما السلبيات طبعا السلبيات كثيره بصراحه، يعني السلبيات كتير. واي برنامج وكل الناس دلوقتي ما فيش غير كورونا، لانه مستجد ومش لاقيين له لسه العلاج. اتفضلي. هي كمان اثرت علينا كمان في المدارس، صعب خالص المدارس. اكيد طبعا، يعني انا تبع التربيه والتعليم، انا الطلبه طبعا الصغيرين دول اللي هم طلبه ابتدائي. حضرتك مدرسه؟ طلبه التعام. اتفضلي. معلش الصوت مش واضح. طيب بنشكرك جدا. اكمل لكم يا بنات. طبعا. فالمهم كنت في وسط البلد لقيت كافيهات الناس على بعضها، والله يا جماعه الناس على بعضها، مفيش لبس كمامات، مفيش مطهرات، مفيش تباعد اجتماعي، كان مرض الكورونا ده روايه مثلا في حدوته كده كنا بنسمعها زمان.
بس يا جماعه الموضوع كبير جدا واحنا محتاجين ان احنا نهتم بيه ونركز عليه، لان بجد الاستهانه بالموضوع ده وحشه قوي، وحشه ان احنا بنضيع نفسنا وبنضيع اهالينا. مش انت بس اللي هتتصاب، لا انت هتتصاب وهتصيب كل اللي حواليك معاه. صح. عايزه اقول لك حاجه بس يا هدير، انت قلت ان هو طبعا بيزيد عشان الشتاء وكل الكلام ده، انا بصراحه كنت قريت كده من يومين ان فصول السنه ملهاش علاقه خالص بتزايد الحالات، تزايد الحالات هي بيكون لها علاقه بالوعي بتاعنا، انا كنت قريت كده. فبصراحه يعني مش عارفه بقى، هي وزاره الصحه طبعا هي اللي ليها القرار في الموضوع ده. طبعاً. وهي اللي بتطلع بتقول القرارات، فاحنا ملناش غير ان احنا بننوه بس وبنؤكد على الوعي ان احنا ناخد بالنا ونقول بالاجراءات الاحترازيه دايما تكون معانا في حياتنا. طيب هل في ايجابيات تانية لكورونا غير ان هي لمت شمل الاسره؟ ان هي بما ان الناس بقت ما بتشتغلش وبقت قاعده في البيت، بقوا بيعملوا حرف يدويه جوه البيت. شفنا الموضوع ده كتير جدا الفتره دي، وخاصه في فتره كورونا. كل واحد يا جماعه ما ينفعش نبص للنص الفاضي، لا بصوا شويه للجزء المليان، واكيد في الكوبايه دي في جزء فيها مليان وفي جزء فيها فاضي. مزبوط. طب انت لو خليتك تبص بس على الفاضي هتلاقي نفسيتك عامله ازاي؟ اتدمرت. طب لو جيت بصيت على الجزء المليان وحاولت انك تزوده شويه مش هيكون افضل؟ مش هيديك بوزيتيف انرجي كده وطاقه ايجابيه انك انت تواجه الحياه؟ ما انت مش بس موجوده كورونا، وكلنا عارفين ان موجود كورونا، هو احنا متنا؟ في ناس ماتت بسبب كورونا، بس احنا الحياه مش هتقف، الحياه مش هتقف لان انت بتكمل، انت هتبص للجزء المليان شويه علشان تحاول انك تعدي الازمه دي بسلام. من الايجابيات كمان ان الناس كمان قربت من ربنا الفتره دي، يعني فعلاً. حسيتي قيمه الصلاه، حسيتي قيمه الدعاء، حسيتي قيمه الاذكار والقران. عارفه يا هدير كمان ان الصلاه، بما ان احنا معظم الوقت في ايام الحظر اللي فاتت كنا قاعدين في البيت، فالعصر جدا يلا يا جماعه بقى اما نقوم نصلي جماعه ونصلي العصر وهكذا، فبقينا ملتزمين اكتر بمواعيد الصلاه وده الاساسي. بس الناس اللي ما كانتش ملتزمه بسبب شغلها وبسبب الدراسه وبسبب حاجات كتير بقت ملتزمة أكتر إن هي تصلي الصلاة في ميعادها. مظبوط. إيه كمان يا ترى؟ وغير كده كمان يا سارة، بدأت الفترة اللي فاتت أشوف صور كده على السوشيال ميديا، وهي صور إن سكان البيت مثلا كلهم بيتجمعوا وبيطلعوا فوق السطح العمارة وإن هم يصلوا صلاة الجمعة مثلا كلهم جماعة. بس تعرفي يا نيرة ده مش تانية واحدة يا بنات معانا مداخلة. ولاء من البحيرة، أهلا وسهلا أستاذ ولاء. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك عايز اعمل اشترك في موضوع كورونا دوت، لان انا كنت رايحه اسكندريه فالعربيه كلها ما فيش اي حد لابس كمامات، ما فيش الا انا وبنتي اللي لابسين كمامات والعربيه كلها بتكح وحتى السواق ما اتكلمش، فقاعده اقول لهم يا جماعه الكمامات مش عارفه ايه، قاعدين يقولوا لي سيبها على الله. مش عارفه، انا مش عارفه ليه الناس واخده الامور بالسهل كده. احنا عندنا شاب متوفي 29 سنه، يعني مش مفيش حاجه اسمها ده بياخد الناس الكبيره بس، عندنا شاب وكان زي الفل ولا عنده مرض مزمن ولا اي حاجه. انا عايزه الناس تفتح شويه وتعمل مسافات وتلبس كمامه وعلى طول، يعني عايزه يبقى في وعي شويه من ناحيه العربيات، لان والله العظيم الميكروباص كله ما في حد بيلبس كمامه خالص، ما فيش الا انا وبنتي اللي لابسين كمامات. وما اتكلمت كله بقى قاعد يقول لي طب وانت مش عارفه ايه وانت مش عارفه ايه، وكانوا بص بقى شويه ويعملوا فيا حاجه في العربيه، ينزلوكي من العربيه. يعني فعلا. حتى السواق المفروض يعملوا حاجات، حد يقف في الموقف اللي مش لابس كمامه خلاص يندفع فلوس، لان الموضوع مش هزار انه بات. مظبوط. وفي قرار، في كمان قرار، في قرار طلع ان اللي مش لابس كمامه وهو ماشي غرامه بقى هيدفع غرامه فوريه 50 جنيه. بنشكر حضرتك جدا يا فندم. بصوا يا بنات كمان مش بس يعني في ناس يجي لهم المرض وفي ناس يجي لهم كورونا وما يعلنوش، بالرغم ان هم ممكن يروحوا الجامعه، ممكن يقعدوا في مواصلات، ممكن يروحوا شغلهم، يأذوا غيرهم، ما هي دي مسؤوليه، مسؤوليه انت جالك المرض بلغ غيرك، بلغ غيرك وبلغ المسؤولين وبلغ دولتك. صحي لو مش هتقدر تعمله في المستشفى، لا لازم تعمله في البيت وتلتزم، ما ينفعش ان انت تستهون كده وان انت تودي يعني المرض ده ينتشر على اهل بيتك وعلى جيرانك، ما ينفعش يا جماعه. الموضوع اكبر من ان انتوا تستهتروا بيه، لان انت مش بتاذي نفسك بس، انت بتاذي ناس كتير جدا. وانك تعرف اتفضلي،
وانك تعرف غيرك انك انت عندك كورونا ده مش موضوع محرج خالص نهائي، بالعكس. لان كمان كتير من المشاهير الفتره اللي فاتت لما حضروا مهرجان كورونا مهرجان الجونه بداوا ان هو لما يكون زاد حالات او حد طلع عنده حاله بدا ان هو يكتب بوست ويعرف اصدقائه بطريقه كويسه ان لو في حد سلم عليا حد اتكلم معايا لا انا عندي كورونا، فيبدا ان الشخص التاني ياخد اجراءات الاحترازيه ان هو يشوف هل عنده فعلا كورونا ولا لا. مشكلة يا بنات ان احنا الفترة اللي فاتت دي اتصاب مجموعة من الفنانين كتير فعلا جدا والاعلاميين كمان زي وائل الابراشي، وبناء عليه اتلغت حفلات رأس السنة علشان منعا للتجمعات. يا جماعة منعا للتجمعات عشان المسؤولين دايما بيحافظوا ان يبقى في تباعد اجتماعي، فطبعا الحفلات هتبقى الناس على بعضها، مش عايزة اقول لكم بتبقى عاملة ازاي. ومحدش بياخد باله بقى في وسط الاحتفال والهيصة ان هو ياخد باله يا عم البس الكمامة بتاعتك، طيب طب اعمل مسافات، طب افرح ماشي افرح واعمل اللي انت عايزه. طب بعد ما تفرح بس بلاش بقى، ما انت دلوقتي فرحت النهاردة هتزعل بكرة وبعده ليه؟ علشان انت مش بس انت اللي تعديت، لا ده انت عديتك اتعديت انت وعديت غيرك تمام. فانت لازم يبقى عندنا المسؤولية، ومش معنى ان جالك كورونا يبقى الحياة سودت، لا الحياة لسه قدامك، عيش اليوم بيومه، ما تفكرش في السلبي وبس. زي ما قلنا نص الكوبايه المليانه نبص لها ونحاول نملاها اكتر. كمان معانا حاله من الحزن الشديد بتخيم على المنوفيه، خصوصا في مركز منوف، مش بس منوف، ضواحي شبين ومنوف وقوسنا كل محافظه المنوفيه زعلانه بسبب الخبر ده. طب يا ترى ايه هو الخبر اللي كان لسه امبارح؟ ذلك بسبب وفاة الطفلة ليلى بعد العملية التي تبرعت فيها والدتها بفص من الكبد، طبعا دي الطفلة بانت قدامنا هي، لكي تبقى ابنتها الوحيدة على قيد الحياة، ولكن قدر الله يختار الطفلة بعد مرور اسبوع من تمام العملية، لان كانت عملت العملية يوم 2020 وتوفت امبارح يوم 27. طبعا بنسأل المولى عز وجل انه يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته ويسكنها جنة الفردوس الاعلى، وان يلهم اهلها ووالدتها خصوصا السيدة ولاء اللي حاولت بقدر المستطاع وبكل ما في وسعها ان هي تتبرع بفص من الكبد لابنتها الوحيدة اللي كانت هي الامل ليها في الحياة. ربنا يلهمها الصبر والسلوان، وان الله وان لا يرجعون. الام يا جماعه عملت ربنا يعوضها خير ويخلفها خير ويجعلها ابنه كده في ان شاء الله يوم القيامه هي السبب تكون ان هي تدخل معها الجنه. البقاء لله، البقاء لله طبعا. الام عملت اللي عليها يا جماعه واتبرعت وعملت اللي تقدر عليه عشان خاطر تخلي بنتها على قيد الحياه، ولكن امر ربنا كان غير كده. امر ربنا كان ان هو اختار الطفله. طبعا البقاء لله، خالص التعازي من فريق عمل البرنامج. كمان انا عاوز اقول حاجه بسيطه، فضل. اللي بيحصل دلوقتي في العالم يا جماعه بيثبت ان المال هو اقل درجات الرزق حقيقي، وان الصحه وراحه البال دي بالدنيا كلها، وان هي التاج اللي بتزين بيه راسنا. وبكده انتهى برنامجنا، والوقايه خير من العلاج، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه. في نهاية حلقتنا أحب أشكر كل مشاهدينا ومتابعينا وفريق عمل البرنامج. استنونا في موسم جديد وفريد منه من برنامج بدون سابق إنذار. كانت معكم هدير سامي وسارة سويلم ونيرة وائل.